أهلا بكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست وكالعادة مع أبرز المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأها بالعناوين. مبررا السبب بنقص التمويل، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يعلن موعد انتهاء برنامج مساعداته الغذائية في جميع أنحاء سوريا. وأيضا في مواضيعنا، شمل حالات محددة بشار الأسد يصدر أمرا إداريا بشأن الاحتفاظ والاحتياط في قواته. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة موعد انتهاء برنامج مساعداته الغذائية في جميع أنحاء سوريا، مبررا السبب بنقص في التمويل. وفي بيان حصل تلفزيون سوريا على نسخة منه، عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن أسفه للإعلان عن انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سوريا في يناير كانون الثاني من العام 2024 بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي سيواصل دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء البلاد من خلال تدخلات طارئة أصغر وموجهة أكثر كما قال. كما سيواصل البرنامج أيضا مساعدة الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات من خلال برامج التغذية والأطفال في المدارس ومراكز التعلم من خلال برنامج الوجبات المدرسية، وكذلك الأسر الزراعية المدرجة في برنامج دعم سبل العيش. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل البرنامج تدخلاته لدعم تعافي النظم الغذائية المحلية كإعادة تأهيل أنظمة الري والمخابز. البرنامج تابع أيضا أنه أنفق على مدى 12 عاما من الحرب والأزمات مليارات الدولارات، وتم تسليم ملايين الأطنان كما قال من المواد الغذائية إلى ملايين الأسر. وعلى الرغم من أن الأمن الغذائي أصبح الآن أدنى من أي وقت مضى، ورغم الانخفاض التدريجي في حجم الحصص الغذائية وقيمة القسائم الإلكترونية، إلا أن البرنامج غير قادر على مواصلة تقديم الغذاء بمستوياته السابقة في خضم أزمة تمويل تاريخية خانقة سيكون لها عواقب لا توصف على ملايين الأشخاص، وذلك طبقا للبيان. تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع في المادة التعريفية التالية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وسط مزاعمه في اتباع خطة لإصلاح جيشه، يستمر بشار الأسد بإصدار المراسيم والأوامر الإدارية الخاصة به، وآخرها كان إصداره أمرا إداريا أنهى من خلاله استدعاء الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين ضمن جيش النظام اعتبارا من الأول من شباط فبراير 2024 لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى 31 من كانون الثاني من العام المقبل.
نص الأمر الإداري على إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين أي المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين اعتبارا من تاريخ الأول من شباط فبراير من العام المقبل لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31 من كانون الثاني من العام نفسه. ويوم الجمعة الفائت كان بشار الأسد أصدر مرسوما يجيز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغوا سن 40 ولم يلتحقوا بعد دفع بدل نقدي مقداره 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة السورية. وأضاف المرسوم أنه يحق لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن 40 وما زال يؤدي الخدمة دفع البدل النقدي المذكور على أن يتم حسب مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف. مستشارة الأسد لونا الشبل كانت كتبت منشورا في هذه الصفحة المنسوبة لها على فيسبوك قالت فيها مرسوم اليوم الخاص بالبدل النقدي هو تمهيد للأمر الإداري الخاص بالتسريح الذي سوف يصدر قريبا. عن خطة إصلاح قوات الأسد المزعومة دعونا نتابع هذه المادة التي أعدها زملاء في قسم النيو ميديا بتلفزيون سوريا. في التعليقات كتب ليث يقول رح يصير عمرنا 41 سنة. أما فادي فكتب يقول ألف مبروك للمسرحين وأملنا كبير بقيادتنا الحكيمة أنه يتم مراعاة مواليد 83 وال 82 ويصدر قرار لهم. والله الحياة وظروف المعيشة كتير صعبة وكلنا أمل بالقيادة العامة. أما علاء فكتب يقول نحن شو استفدنا من المرسوم يلي عنده 5 سنين. مع تدافع الأزمات في وجه المواطن السوري خاصة في مناطق سيطرة النظام باتت معظم الممارسات الروتينية اليومية للحياة الطبيعية ضربا من ضروب الرفاهية لدى كثير من السوريين. فتابعنا أصواتا كثيرة علت من أشخاص كانوا معروفين بدفاعهم عن الأسد في عدة محافل، علت أصوات هؤلاء لتصرخ بدنا نتحمم مثلا. من هؤلاء كانت شكران مرتجى وبشار إسماعيل وغيرهم الكثير من الأسماء التي خرجت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يبدو أن استجابة أصحاب العقول النيرة كانت أسرع من استجابة نظام الأسد لهذه المشكلة، وهي فقدان المياه الساخنة اللازمة للاستحمام وسط انقطاع الكهرباء وغياب المحروقات. فما كان لهؤلاء إلا أن تفتقت أذهانهم عن حلول تتناسب والمرحلة التي تمر بها سوريا في ظل الأسد، وهي بيع المياه الساخنة بخدمة التوصيل أو الدليفري إلى البيوت، حيث برزت ظاهرة توفير المياه الساخنة لغرض الاستحمام وإيصالها ساخنة إلى محتاجيها في بعض مناطق العاصمة دمشق لقاء مبلغ معين من المال تحدده كمية المياه المباعة. بحسب صفحة أخبار جلوبال نيوز، فصفحة محلية طبعا،
أفادت هذه الصفحة بوجود مجموعة من الأشخاص يعملون ضمن خدمة توصيل وتوزيع المياه الساخنة، من بينهم شاب يدعى فادي، تحدث إليه موقع جلوبال نيوز، الذي قال: مصائب قوم عند قوم فوائد كعنوان. شاب يبيع المياه الساخنة لغرض الاستحمام. فادي لجلوبال، اللتر ب 450 ليرة، ولدينا اشتراك شهري بشرط الاستخدام الرشيد. آخر صيحات الأزمة، وكعادته يجد الشباب السوري فرصة لتحقيق الدخل من خلال مساهمته في إيجاد الحلول في مواجهة الصعوبات المتجددة التي تواجه المواطنين، ومن خلال المتابعة لصفحات الفيسبوك. وفي الآونة الأخيرة، بعد استفحال أزمة التقنين الكهربائي والانخفاض الكبير في درجات الحرارة، فقد عمدت بعض هذه الصفحات على طرح سؤال تحت ما بات يسمى الكوميديا السوداء، يقول: كيف تستحمون هذه الأيام؟ ليدخل شاب اسمه فادي إلى التعليقات ويكتب عن استعداده لتوصيل المياه الساخنة اللازمة للاستحمام إلى المنازل. جلوبال تواصلت مع فادي لتستوضح منه خدماته وعن جديتها، فأجاب: الخدمة موجودة فعلا في منطقة المزة، ونتقاضى على لتر المياه الساخنة بدرجة حرارة 80 درجة 450 ليرة، وعلى 25 لترا 10,000 ليرة، مع خدمة توصيل لباب المنزل. شرط أن تكون أقل كمية للطلب هي 10 لترات، مضيفا: يوجد لدينا اشتراك شهري بشرط سياسة الاستهلاك الرشيد بمعدل 15 لترا يوميا بمبلغ 120 ألف ليرة سورية فقط. أما عن كيفية إيصال المياه الساخنة إلى المنازل، فيبين فادي أن لديه بيدونات حافظة للحرارة، يغلي الماء لدرجة 90 وتوضع في هذه البيدونات، ويمكن أن تفقد 10 درجات فقط من حرارتها أثناء الطريق لتصل إلى الزبون بدرجة حرارة 80 درجة. وعن عدد الأشخاص الذين من الممكن أن يستفيدوا من هذه الكمية المحدودة، أجاب فادي لجلوبال نيوز، يقول: حسب كل شخص، في ناس تتحمم بخمس لترات، وفي ناس بعشر لترات، وفي ناس بخمسين لتر. أما عن كيفية تأمين المياه الساخنة، فيوضح فادي أن هذا سر المهنة، رافضا الزيادة على هذا الكلام. نتابع هذه المادة التي أعدها الزملاء في قسم النيو ميديا عن هذا الموضوع، بيع المياه الساخنة ديليفري إلى المنازل. أثار هذا الخبر الكثير من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. أحمد مثلا يقول: إنها ضربة جديدة للمغتربين. أما عمر فكتب يقول: لا يسعني القول، إلا أنني أشعر فقط في هذا البلد العجيب أننا أعيش في عصور وأزمان تاريخية مختلفة. أحمد آخر كتب يقول: مثل ما قال دوريد لحام بمسرحية كاسك يا وطن، والله يا أبي صرنا فرجة، فعلا صرنا هيك وأكثر. أما أبو علي فيقول: مو بس المياه، عنا زبالة، ما بقى يا حيف ويا حسرة على هالبلد، الكهرباء 10 دقائق. نبقى في الأزمات التي تعصف بسوريين، حيث لم يكن ينقصهم إلا طاعون الدجاج لتكتمل مأساتهم، حيث غصت وسائل التواصل الاجتماعي بشكاوى للناس من ارتفاع أسعار الدواجن
في مناطق النظام، فيما عزا عضو لجنة مربي الدواجن الارتفاع الجنوني واليومي الذي تشهده أسعار الفروج وأجزائه مؤخراً لانتشار مرض نيوكاسل شبه طاعون الدجاج أو يشبه طاعون الدجاج الذي انتشر بكثرة في المداجن منذ نحو الشهر تقريبا. هذا المرض منتشر حاليا في العراق والأردن ولبنان ووصل الآن إلى سوريا. الناشط عزازيل ديب الذي اشتهر بفيديوهات ينتقد فيها الواقع المعيشي خرج في فيديو على صفحته في فيسبوك ينتقد الارتفاع الجنوني في أسعار الفروج. يسعد أوقاتكم، نحكي لكم عن موقف صغير صار معنا اليوم، نحكي لكم عن مشكلة ومثل العادي حل أو من وجهة نظرنا حل. رايح لجيب أكل للكلاب اللي عندي محل الفروج، فرحنا سابقا كنا نجيب رقبات الفروج، بعد اللي صار ب 15 و20 بطلنا نجيب، صرنا نجيب إجرين الفروج، فأخذ كمية منيحة. في مرة بالستين من عمرها عم تقلي خالته لمين أخذهم لهدول إجرين الفروج؟ ببساطة للكلاب، يعني مين بدي أخذهم يعني؟ قالت هدول أكل حيوانات مسامك وكلاب. خلها الله يسامحك عم تهيني، عفوا ليش لهينك يعني؟ شو عملت غلط معك انا؟ قال انا اخذتهم لحتى اطبخهم تحت الشوربه، يعني ان دماغي ما سعفني بالصور لحتى اتخيل كيف شكلها على المجله، كيف عم تطبخهم، كيف عم تحطهم بالطنجره، كيف عم تحط عليهم عدس، كيف عم ياكلوهم، ما سعفني دماغي للوهله الاولى. كنت برد يعني شغال دماغي بالرد عليها بجبران خاطره يعني بكلمه، لانه متوقع يكون هيك، متوقع نوصل لهي المرحله. فقلت لها خالته عذرا يعني بس كيف هيك يعني؟ قالت لي لا وعم تشتري ب 2500 كم يعني مش يعني كثير مزعج الموضوع ما كثير. يا سياده المسؤول يا الاقتصادي، بس تتجرد من انسانيتك ومحبتك للانسان اللي مثلك فانت ميت، انت ميت، افتح ضل عايش. على كل مو هي القصه، موقف صار شخصي. جينا ابحثنا عن قصه الفروج، شو قصته؟ ليش هيك الاسعار؟ ليش الفروج الصغير حقه 98,000؟ ليش؟ شو السبب؟ طبعا انا عندي خبره سابقه بتربيه المداجن، ففحصنا عن سعر الصوص، سعر الصوص 15,000. خير ليش؟ خير يا اخي صاحب الامهات والفقاصه، عم تحط الصوص على سليب كومفورت مثلا، عم تعطيه حليب نان مرحله اولى ثاني لحتى تبيعنيه ب 15,000، ما هو يومين عنده، وانت صاحب لك قرض شي 30 40 مليار من الدوله لدعم الاقتصاد ودعم الثروه الحيوانيه، ما طول العلف من 7 ل 8 مليون، خير ليش؟ شو العلف اللي عم تجيبه انت؟ صويا، درا، يعني شو بتستوردوا للعلف استيراد؟ طبعا العلف كلكم، انا كمان نسبه التحويل ضعيفه جدا بسبب انه العلف مسحوب خيره، مسحوب البروتين، مسحوب الكالسيوم، مسحوب كله لانه كله غش. فيا نكمل مشان ما نضيع الفكره. تدفئه ضخمه جدا. طبعا كل هدول الاسباب منن السبب الرئيسي لغلاء الفروج وبهي الطريقه. السبب الرئيسي غوغائيه التربيه وعدم التنظيم. يعني نحن اذا بننشئ نقابه لهي المهنه او مديريات لهي المهنه او مكاتب او الوحدات الارشاديه نفسها تاخذ دور وتتوزع على المحافظات بالانتاج، يعني مثلا محافظه اللاذقية تنتج 3 مليون فرخه، محافظه حمص الشهر الجاي تنتج مثلا 10 مليون فرخه، ضمن المحافظة مثلا مدينة جبلة تنتج 30,000 فرخة. إلى تعليقات محمد كتب يقول: شو هالفيلم الهندي اللي يبتدع عند التاجر يخلق حجج وقصص وروايات لرفع الأسعار. أيضا إسماعيل كتب يقول: بالعكس رح يرخص وما حدا يشتريه، الله يزلكم يا تجار. ميدو كتب يقول: الله يستر، بيكفيها الشعب ألم وفقر. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تواصل الليرة السورية انخفاضها أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في سوق دمشق 13,800 للشراء و14,000 ليرة للبيع. من الفيديوهات التي تم تداولها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا عن هذا الموضوع كان هذا الفيديو، هو من الشمال السوري وصنفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت بند المضحك المبكي، حيث تم عرض كميات كبيرة من العملة السورية كما نشاهد في الصورة على البسطة، وذلك لبيعها
مقابل الدولار. برج على الرزق. تو نيكست. بسطة مليم. مثل بسطة مليم. ضاوي. برج على الرزق. بسطة مليم. مثل بسطة مليم. ضاوي. إلى هنا نصل إلى ختام ريبوست اليوم مشاهدينا. غدا لقاء جديد بتمام السابعة بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله. إلى اللقاء.